هاي، أنا الدكتور حسن البحراني من المركز الأمريكي للعيون والشبكية في أربيل. أعزائي المتابعين، إحنا راح نبدي خطوة جديدة إلى الأمام باليوتيوب مالتي. هذا اليوتيوب أنا قبل مسوي على أمور عامة، أمور حلوة، أمور عمليات، أمور بيا المرضى، لكن هسه الفترة الجاية اللي حسوي أنا هو أولاً فكرتي انه اول فترة نسوي نحكي على كبداية الجراح، اللي جراح العيون شنو الاشياء اللي يواجهها من مصاعب، شنو الاشياء اللي يحتاج يعرفها، شنو الاشياء الخبرة اللي اني من حياتي اللي تعلمتها خلال هاي الفترة. ثانيا نحكي على شنو الامور المهمة بالنسبة لجراح العيون لما يسوي العمليات كبداية، بعدين راح نحكي على جراحة الشبكية، ومن ثم راح نحكي على راح أبدي أسوي كومنتس على العمليات مالتي، أنزل عملية وتكون عليها ناريشن، يعني أكون أكتب مثلا سويت هيجي بالعملية، ليش هيجي سويت بالعملية، ليش هيجي سويت. فهاي أتصور راح تكون فشي مهم لكل جراحين في كل أنحاء العالم.